كتيرة ديال الموطارد، عندي فرماج احمر حتى هو حكيته، عندي الزعتر، عندي الحار مع شويه ديال الكروفيت حيتاش انا ما متوفرش عندي الصراحه ديك البودغ ديال السمك، عندي الملوين، عندي معلقه كبيره ديال الملحه، عندي معلقه ديال التحميره ومعلقه ديال البزار. المهم انا هادشي هو اللي كنحتاج لهاد القريشلات. اللي ما متوفرش عنده هاد الملوين ولا ما كيبغيش يديرو يقدر يدير الكركم، يقدر يدير الخرقوم عواد. المهم بقاو معايا، انا غادي كنشدو الدقيق كنعاودو ندوزو في الغربال. صراحة سمحوا لي غبرت عليكم هاد الايامات، راكم عارفين دابا الصيف والتخيام، حتى ولاو البنات كيقولوا لي نجوانا ما درتي حتى شي فيديو، علاش فين راك غابره؟ غير سمحوا لي راني غابره غير في التخيام وحتى الماتيريال ما كاينش، راكم عارفين دابا الدار ديال التخيام وهكذا ما كاينش داكشي. المهم انا كنغربل الدقيق ديالي، كنزيد معاه الزبده، كنزيد معاه الزبده ديالي، كنزيد معاه فرماج، نزيد معاه قبيصه ديال الملحه. غادي نرمل هاد الشي، نخليه يترمل ونرجع معاكم. نسيت الصراحه الموطارد، واحد المعلقه ديال الموطارد. صراحه الموطارد كتعطي نكهه غزاله لهاد القريشلات، صراحه كتعطي واحد اللذه زوينه لهاد القريشلات. المهم انا غادي نخلط كل شيء وانا معاكم. المهم البنات من بعد ما ترملت لي ديك العجينه ديالي غادي نزيدها واحد شويه ديال الثومه، نزيدها شويه ديال الثومه. انا الصراحه ما عنديش الثومه بودغ، انا غندير غير هاد الثومه، ونزيدها شويه ديال البزار. داكشي كيبقى صراحه اختياري على حساب واش عندك الوليدات صغارين، وحتى الموطارد اللي ما كيبغيهاش يستغنى عليها ما يديرهاش. المهم انا غادي نخلط هذا الشيء وانا معاكم. من بعد ما بسست هذاك العجينه ديالي غادي نزيدها داك الياغور الطبيعي. صراحه اللي ما متوفرش عنده داك الياغور الطبيعي يستغنى عليه ويجمعها بالحليب. انا غندير نص كاس ديال الزيت وغنبقى هكا حتى نلم هذيك العجينه ديالي، وغنزيدها واحد شويه ديال الماء. مهم انا غادي نلم هذيك العجينه ديالي ومن بعدها غنزيدها واحد شويه ديال الماء باش تجمع ليا. هانتوما البنات من بعد ما زدت هذاك الزيت والزبده والفروماج والبزار شويه ديال الثومه والموطارد الملحه طبيعه الحال، غادي نزيد واحد كاس الا ربع ديال الماء، وكل واحد على حسب الدقيق. اللي باغي يلمها بالحليب راه ماشي مشكل، يستغنى على دانون مسوس ويدير ليها الحليب. المهم انا غنجمع العجينه ديالي. المهم نتوما حاولوا ما ديروش الماء سخون اولا الماء دافي، تعجنوها بالماء بارد حيتاش نتوما عندكم الزبده وهذيك العجينه ديالكم غادي تولي زعما دايبه. اللهم تجمعوها بالحليب، واخا تجمعوها بالماء، واخا كتجي هي شويه صعيبه ولكن معليش هي كتجي رطبه مع فيها الزبده وداك الزيت العود. ما تحاولوا ما تكتروش الماء، تبقاو بحال هكا حتى كتجمعوا العجينه ديالكم باش ما تجيكمش العجينه ميه. نلم العجينه ديالي. المهم البنات من بعد ما لميت هذيك العجينه ديالي، المهم ما تحاولوش تكثروا ليها الماء باش ما يجيكمش داك الشيء متقص، اولا دلكوها صافي. ملي كتبان لكم بدات كتجمع لكم صافي خلوها هكذاك حيتاش مازال باقيه تزيدوا فيها النكهات الاخرين باش ما تعذبكمش في الخدمه. المهم هذه هي العجينه ديالي كتكون على هذا الشكل هكا. دابا غادي نقسمها
باش ندير عليها دوك انا دابا النكهات. غادي نقسم هذيك العجينه ديالي على ثلاثه. هذا هو القوام ديالها، كتجي الصراحه عجينه رطبه. وهذا ما تحاولوش تدلكوها بزاف باش ما تقش لكم العجينه. المهم انا غادي ننكه هاد العجين، هاد ثلاثه العجينه اللي عندي غادي ننكهو. أول وانكها نبذة البنات غادي نستعمل شويه ديال الزعتر، وراه داكشي على حساب عندكم ميزانكم. كاين اللي كيبغي الزعتر على الفرماج، والفرماج محكوك، حكيتو في الحكاكه الرقيقه. انتوما عارفين الفرماج احمر والزعتر كيفاش كتجي، كتجي واحد النكهه صراحه خطيره لا يعلى عليها. نحاول ندخل، نزيد الفرماج، نحاول ندخل علاش انا قبيله قلت لكم ما تدلكوش العجينه، حيتاش غتعاودوا مازال تدلكوها ملي تدخلوا النكهه، تدخلوا النكهه على العجينه. المهم انا غادي ندخل العجينه، ندخل ديك الفرماج والزعتر في العجينه. وانا النكهه الثانيه غادي نحتاج تحميره، غنحتاج شويه ديال التحميره. وغنحتاج الحار، المهم الحار على حساب كل واحد واشنو يقدر يدير فيها. كل اللي عنده الحار اليابس يدير الحار اليابس. صراحة انا ما متوفرش عندي الحار يابس، درت انا غير تحميرة وهاد الحار ليكيد. انا ندخل هاد التحميرة وهذا في العجينة، وندوز معكم للقرش المكون الثالث او النكهه الثالثه عفوا. غادي نحتاج ليها، انا شديت الكروفيت ودرتو مع شويه ديال الصوص حاره، غادي نزيدو هنا. وغنزيد مع شويه ديال الربيع، مدنوس طبعا، وشويه ديال الملون ماشي بزاف. وغنحاول ندخل هاد العناصر. الصراحه شي كتجي ديك البودر ديال الحوت او البودر الحاره، كيجيو ساهلين ماشي بحال كتكون شي حاجه ميه وكتزيدي تدخليها على هذا، صراحه كتعذب. المهم انا غندخل هادشي في العجينه ونرجع معاها. المهم البنات من بعد ما دخلت دوك النكهات العجينه ديالي غنخليهم يرتاحوا واحد 15 دقيقه، غنديرهم في بابي سلوفان ونخليهم 15 دقيقه يرتاحوا باش ملي نجي نسرحها ما تجينيش صعيبه. المهم انا نتسنى 15 دقيقه وانا رجعت معكم البنات من بعد ما العجينه ديالي ارتاحت واحد 15 دقيقه. دابا غادي نطلقها بالمدلك وغنديرها على مستطيل او مربع، عرفتي تخيلوا معايا. انا راه ما لقيتش المدلك باش نصايب باش ندلكها باش نسرحها زعما، ساعه لقيت غير البابي سلوفان قرب يسالي واستخدمت هذا ديالو سمحوا لي حيت انا الصراحه ماشي بدارنا. غادي نسرح هذا، غادي نسرحها على كأنه مستطيل. المهم نسرحها. وانا مع البنات طلقت هذيك العجينه ديالي، ما حاولوا ما ديروهاش غليظه، ديروها على هذا السمك هكا، على هذا السمك، على هذا الشكل هذا. حاولوا ملي تكونوا كتسرحوا العجينه ما تركزوش غير على الجناب، ركزوا على الوسط باش ما تجيكمش العجينه غليظه وما يجيكمش هذاك القرشلات متقصين. المهم انا درت على هذا الشكل. المهم اللي بغيت نقول لكم البنات راه المقادير غتلقاوها في صندوق الوصف، ما تخلعوش من العجينه حتى جات صغيره، حيت انا ما درتش دوك المكونات كاملين. المهم انا غنخلي لكم المقادير في صندوق الوصف. المهم انا غنقطع القريشلات ديالي على الطريقه، غادي ندير واحد الشريطات هكا. غتقولوا لي كيفاش لقيتي القطاعه والمدلك ما لقيتيش.
غادي نقطعو على هذا الشكل هذا، ومن بعدها المهم انا درت بابي سيرفريزي على العجينه باش ما تعذبنيش ملي نكون جالسه كنقطع. غنقطعهم على هذا الشكل، المهم هذا هو الشكل الاول. غادي نقادها في الطاوله الفران البنات. من بعد ما حطيت هذاك العجينه ديالي على الصفيحه ديال الفران، هذه هي الشكل الاول. غادي نشعل عليه عافيه مهيله قل من هذيك اللي كطيبوا فيها الكيك، 150 درجه 160 درجه او الاقل، المهم كتشعلوا عليه غير من التحت حتى كيتبان لكم بدا كيشد في راسو داك العجين. عاد فاش كتشعلوا عليه الفوق وحاولوا ما ديروش عليه العافيه بزاف باش ما يتبدلش لكم اللون ديال القريشلات. المهم انا درت هذا الاول، غادي نزيد عليه العجينه اللي كانوا بقاو عليا دوك الجوج الاخرين. غادي نطيبهم. وانا بعد ما سرحت هذيك العجينه ديالي ودرتها على ورق ديال الزبده، غادي نحاول نحيد هذيك الحاشيه باش يقدر يجينا مستطيل مقاد. غنديرها 10 رقيقة. المهم نديرها رقيقة. غندير على هذا الشكل. صراحة راه عفشي راه كيجيو فنين وكيجيو مقرمشين. بالنسبة اللي كيبغي هاد المملحات يحطوهم هكا للضياف ولا هو كيبغيهم، كيبغيو يجو رقاقين. هادي نعاودها. المهم واخا تخسرو ليا معليش، غادي نحطهم هكا. معليش راه غادي يتقادو ليا من بعد. المهم غادي نقطعهم هكا. غادي حتى هادو غادي نحطهم بيد ما طابوا ليا الاخرين ونعاود ندوز معكم المرحله البنات. هذا هو الشكل الاخير. انا غادي ندير ليه على هذا الشكل هكا، غادي ندير هاد الخط طولي ونقطعو من هنا ونبقى نمشي على 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 الشكل مثلثات او لا الشكل اللي بغيتو. المهم انا غنمشي على هذا الشكل وانتوما ديروا الشكل اللي انتوما تحت اللي ترتاحوا فيه واللي يسلككم. المهم حتى انا هذا غادي ندخلو الفران يطيب ليا ونرجع. انا رجعت معكم البنات وباخرة الفيديو، كنتمنى نكون خفيفة عليكم وعلى القلوب ديالكم. هادو هما القريشلات ديالنا، صراحة راه كيجيو غزالين وكيجيو مقرمشين. واخا الناس كيديروهم في عيشورة، انا ما درتهمش في عيشورة. الصراحة كيجيو زوينين في دواز اتاي ولا جاو عندك هكا الضياف تحطي ليهم ولا المهم حتى ليكم نتوما، علاش ما تبرعوش راسكم. المهم هذا هو اخر الفيديو، كنتمنى نكون خفيفه على القلوب ديالكم وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. واللي عجبو هاد القريشلات يخلي ليا كومونتيرات، واخا نتوما كتفرحوني بزاف بزاف بدوك الكومونتيرات ديالكم زوينين. والله القسم الا كنفرح بزاف فاش كنشوف الكومونتيرات ديالكم.